صباح الخير. احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الفابريكيشن بتاعة الاي سيز، وكنت ناوية بصراحة المرة دي اكمل في اللاي اوت، بس لما بصيت على اللاي اوت تاني اكتشفت ان احنا في حاجات لازم نراجعها قبل ما نتكلم على اللاي اوت عشان نطمن بس ان احنا على نفس الليفل، تمام؟ فالحاجات اللي هي لازم نراجعها خاصة بالموسفيت. الموسفيت ده المفروض ما كانش السنه اللي فاتت، كان السنه اللي قبلها، يعني ما كانش كورونا وما كانش في اي حاجه. اوكي، ف anyway يعني انا برضو هراجع علشان كده ولا كده في اضافات هضيفها يعني، بس هراجع كله بالمره عشان ايه يبقى الموضوع واضح. اللي هنتكلم عليه هي الستراكشر، الكرنت فولتج كاركترستكس والسكند اوردر ايفكت. الأول إيه اللي تعرفوه عن الموسفت قبل ما ابتدي أنا أقول الحاجات اللي عندي؟ إيه معلوماتكم عن الموسفت غير إنه ترانزستور؟ نعم، يوني بولر ديفايس. إيه كمان؟ الباور بتاعته، الباور كونسومشن بتاعته صغيره. احنا ليه اصلا هندرس الكورس ده بالموسفت مش بالبيجتس؟ عشان النهارده الستيت اوف ذا ارت ان معظم الديفايسز اللي في ايديكوا دي، الموبايلات واللابتوبس والحاجات دي كلها شغاله موسفتس مش بيجتس خالص. اوكي، البيجتس ليها الابلكيشنز بتاعتها، ولكن المين هو الموسفت بسبب ان الباور كونسومشن بتاعته عاليه، بسبب ان هو لما بيشتغل كسويتش السويتشنج سبيد بتاعته عاليه. احنا موضوع ان هو يشتغل كسويتش مش هيهمنا السنه دي، هيهم الناس اللي هتكمل بعد كده في الديجيتال انتجريتد سيركتس، لكن احنا في الانالوج انتجريتد سيركتس مش هنتعامل مع الموسفت كسويتش، هنتعامل معاه كامبليفاير كبافر حاجات كده، لكن مش هنتعامل معاه كسويتش. اوكي، فاحنا الحاجات اللي احنا عايزين نراجع عليها ان احنا عندنا طبعا 3 تيرمينلز، واكتشولي هنتعرف ان هما في الاساس هما 4 تيرمينلز، يبقى هما اللي انتم عارفينهم هما الجيت والسورس والدرين، وهنزود عليهم حاجه اسمها البودي او البالك، وهنقول ليه ده ما كانش بيظهر قبل كده وليه محتاجين ان هو يظهر معانا السنه دي. اوكي، ففي شويه اسئله كده في المراجعه، يا ترى اني قيمه للفي جي هي اللي بتخليني ترانزستور يتيرن اون؟ يعني ايه الثريشولد فولتج؟ ايه هي الريزيستنس ما بين السورس والدرين؟ وهل الريزيستنس دي معتمده على التيرمينال فولتجز ولا لا؟ هل دايما نقدر نموديل او ايه طريقه الموديلنج بتاعه الترانزستور؟ دي شويه اسئله هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه انا بس حابه السلايد، انا عارفه انها مش عندكم وانا زودتها في اخر لحظه بعد ما كنت نزلت السلايد، زودتها النهارده الصبح. انا بس حابه افهمكم احنا يعني لما بنتكلم على ترانزستور من ده، هي دي الاي سي، ده شكل الاي سي، دي لايرز فوق بعض فوق بعض فوق بعض. احنا بنيجي هنا على حاجه صغيره جدا، يعني الترانزستور ده هو جزء واحد من دول كده، او الثلاثه دول مع بعض، عشان مثلا الجيت والسورس والدرين. اوكي، يعني احنا جوه الاي سي الترانزستور اللي احنا بنتكلم عليه ده حاجه فيري تايني، بلس ان احنا عندنا برضو حاجه لازم افهمينها، ان احنا بقى عندنا لما بنيجي نعمل لاي اوت وبنوصل الكونكشنز، يبقى يعني عندي ممكن كارنت مثلا يمشي ثرو اللايرز من فوق لتحت، كارنت يمشي بالشكل ده وهكذا. اوكي، يعني عشان احنا بقى متخيلين الديزاينر ليه الاي سي ديزاينر ده ثمنه غالي، لان هو لازم يديزاين الكلام ده كله. طبعا احنا مش هنوصل لكده في الكورس، احنا كل اللي هنعمله ان احنا هناخد المبادئ بتاعه الكلام ده. طيب البدايه الشكل ده احنا اوريدي اتعرفنا عليه المحاضره اللي فاتت، اللي هو ان انا عندي ترانزستور بيبقى
قلنا الفابريكيشن بنعمل ايه في الفابريكيشن بتاعته. بنيجي بناخد الويفر، الويفر دي لو هي مثلا بي سبستريت يبقى انا باجي احط بعمل بقى الخطوات بتاعتي، بعمل الاوكسيدايزيشن، بحط الاوكسايد لير اوكي علشان اعمل التيرمينال بتاعت الجيت. احنا عارفين ان الجيت ما بيبقاش دايركتلي كونكتد مع الترانزستور، وبنعمل دوبينج علشان نعمل الارياز بتاعت السورس والدرين اوكي. وبعد كده بنحط التيرمينالز بتاعتنا. بفضلكم اللي موبايله رن يقفله، والباقي يقفل موبايلاتهم لو سمحتوا عشان موبايله حالين هياخدوا الامر اوكي. الدوبينج ده طبعا بيبقى بان اوكي، وده بيبقى الجيت. لو انا قلت ده السورس او الدرين او ده السورس والدرين ما بتفرقش، يعني في الموسفت احنا نقدر نقلب السورس مكان الدرين والدرين مكان السورس بعد الفابريكيشن، لكن مش بعد الاوبريشن طبعا، مش بعد ما اوصل الدايره بتاعتي اوكي. لكن السورس والدرين في الموسفت هما حاجه واحده تمام. بيحصل ايه؟ ازاي الموسفت ده بيشتغل؟ ايه البدايه؟ الفيزيكس بتاعته ايه؟ انا دلوقتي لو حطيت الاطراف كده هيشتغل؟ طيب ايه اللي لازم نحطه اول حاجه عشان يبتدي يبقى في امل ان الديفايس ده يشتغل؟ البايسنج بتاعه، او انهي بايس بحطه الاول؟ الجيت بايس، الجيت بايس اللي هو بنسميه في جي او ساعات في جي اس، الفرق ما بين الجيت والسورس اوكي. ليه الجيت ده مهم؟ بيعمل ايه؟ بدايه الفولتج اللي هيتحط على الجيت ده هو ده اللي بيكون لي حاجه اسمها depletion channel. ازاي؟ انا دلوقتي عندي هنا بي substrate، يعني الماجوريتي هي ايه؟ هولز. خلاص الماجوريتي هي هولز تمام. لما احط هنا positive voltage بالرغم ان انا عندي هنا metal يعني عازل actually ما بين substrate وما بين الجيت، لكن بيكون لي electric field زي ما يكون عندي capacitor كده خلاص. فيبتدي الهولز دي تمشي لتحت، يتبقى لي مين؟ سوري، يتبقى لي الالكترونز تمام. يبقى الالكترونز دي لو هي اللي فضلت هنا بتكون لي حاجه اسمها ديبليشن ريجن اوكي. ديبليشن يعني ايه ديبليشن؟ يعني ايه ديبليشن بالانجليزي؟ يعني ايه تو ديبليت؟ اخلاء، بتخلي المكان. depletion يعني مخليه. مخليه من مين؟ مخليه من الهولز بتاعتي خلاص. طيب هل كده ترانزستور هيشتغل؟ لا، الشانل اتكونت اه، ولكن ترانزستور مش هيشتغل. الترانزستور هيبتدي يشتغل امتى؟ الكونديشن الثاني لازم يتحقق ان يتحط فولتج ما بين الدرين والسورس اللي هو الفي دي اس تمام. اصلا عشان الفي جي اس يترن اون الترانزستور وعشان تبتدي تتكون الشانل دي لازم في شرط ان الفي جي اس ده يكون ايه؟ اكبر من حاجه اسمها الثريشولد فولتج بتاعي خلاص. طيب لما الفي جي اس ده بيبتدي يشتغل في حالتين، يا اما يكون اكبر او الاول هيكون اقل من في جي اس ماينس في ثريشولد، او اكبر من في جي اس ماينس في ثريشولد. ايه ليه يعني لما بيكون اقل بيحصل ايه ولما بيكون اكبر بيحصل ايه؟ بنسمي ايه ده ايه وده ايه؟ في ريجن منهم اسمها ترايود وريجن اسمها ساتوريشن. ولو الفي جي اس اقل من الفي ثريشولد يبقى ايه؟ يبقى ترانزستور اوف تمام. مين فيهم الترايود؟ الاقل هي الترايود والاكتر هي الساتوريشن خلاص تمام. طيب في الترايود بيحصل ايه؟ بتبتدي الالكترونز تتحرك من السورس للدرين. السورس هو مصدر الالكترونز والدرين هو البوزيتيف فولتج اللي بيسحب الالكترونز عليه تمام. كل ما زاد الفولتج ده كل ما عالي الكارنت تمام، لغايه
ما اعدي الريجن دي واوصل للريجن دي. تمام؟ يعني احنا لو احنا بنرسم مع ال في دي اس يبقى المفروض ان احنا بنقول ان الكارنت اللي هو الاي دي وده اكشولي الاوتبوت بتاع الموسفيت. يعني الموسفيت احنا دايما بنقول الاوتبوت بتاعه هو مين؟ هو الكارنت، والانبوت هو الفي جي اس بتاعي. اوكي؟ الاوتبوت بتاعي طول ما الفي دي اس عمال بيزيد هو عمال بيزيد، وبعدين بيحصل ايه؟ بيحصل ساتوريشن. ليه بيحصل ساتوريشن؟ ال في دي اس بقت اكبر، ده معناه ايه فيزيكالي؟ حصل ايه؟ هيبتدي لما ال في دي اس يبقى اكبر من ال في جي اس ماينس في ثريشولد، معناها ان الكترونز كتير هتبتدي تيجي هنا تنزل في الدرين نفسه. اوكي؟ يبتدي يحصل زي اختناق للشانل. خلاص؟ هل ده معناه ان مفيش كارنت هيكمل؟ والشانل دي بتقل كل شويه، بيحصل لها مور بينش اوف كل ما زود الفي دي اس. هل ده معناه ان مفيش كارنت هيكمل؟ لا، اكيد في، لان احنا راسمين خط راسي كارنت ثابت. طب الكارنت ده بيعدي ازاي؟ نتيجه لوجود الالكتريك فيلد هنا بيحصل عندي حاجه اسمها، خدتوها في اولى، حاجه اسمها التانلينج ايفكت. تمام؟ ان انا بيبقى فيه فولتج عالي قوي هنا او فولتج ديفرنس عالي، فبيبقى كاني حاطه الالكترونز دي في مدفع، كاني بديهم انرجي عالي قوي، فبايه بيشوت من هنا لهنا بحيث ان هو يعدي المنطقه دي بسرعه. تمام؟ هي دي الفكره بتاعه الاوبريشن بتاعه الموسفيت. فانا عندي يحصل الاول ديبليشن ريجن لما احط الفي جي اس، بعد كده احط الفي دي اس يبتدي يحصل لي كارنت فلو، الكارنت ده بيزيد في فتره وبعد كده بيثبت. واضح ولا ولا عايز تنور حاجه؟ طيب خلاص. تمام. الحاجه بس الزياده اللي في السلايد دي هي الحته اللي على الشمال اللي معمول عليها المربع الاحمر. المربع الحته دي هي مجرد بس انا دلوقتي الويفر دي محتاجه اعمل لها بايسنج، محتاجه يعني اوصلها. خلاص؟ فبعمل لها كده زي حته دوبينج بي بوزيتيف، هي نفسها نفس الدوبينج بتاع اللي تحت ده بس مور شويه، وهو دي بتكون الكونكشن بتاعتي اللي بوصل بيها كل الويفر. تمام؟ بحيث الحته الحمراء دي هي موجوده مره واحده، مش مع كل ترانزستور بعمل له البالك بتاعه. فاهمين؟ يعني انا دلوقتي الاي سي بتاعتي فيها مليون ترانزستور، كل ترانزستور ليه كونكشن للجيت بتاعه وليه كونكشن للدرين وليه كونكشن للسورس، وكل الاي سي ليها واحده كونكشن للبادي او البالك بتاعي. تمام؟ البادي او البالك بتاعي ده دايما بنوصله بالموست نيجاتيف سبلاي بتاع الاي سي. لو الموست نيجاتيف سبلاي في الموسفيت عاده بيكون جراوند، عاده ما فيش حاجه اسمها في سي سي وماينس في سي سي في الموسفيت، عاده بيكون جراوند، يبقى بنوصل ده بالجراوند. تمام؟ نخلي المعلومه دي في دماغنا عشان هنشوف ان القصه دي بتعمل مشكله بعد كده في الاوبريشن. اوكي؟ طيب. في حاجه بس هنبه عليها هنا، ان احنا لو بصينا برضو في الصوره هنلاحظ ان مثلا منطقة الدرين مش يعني احنا متوقعين انها تبتدي من فين بدايتها كجيومتري، يعني المفروض ان هي تبتدي من بعد الجيت. تمام؟ وده اللي احنا بنعمله فعلا في الدوبينج. يعني احنا في الدوبينج قلنا بنحدد المنطقة بالظبط وبنعمل انجكشن وبنعمل الكترون او بنعمل بيم اوف دونرز وبنعملها مظبوط، بس غصب عنهم في البروسيسنج بيحصل حاجه اسمها سايد ديفيوجن. يعني ايه سايد ديفيوجن؟ يعني زي ما انت كده بترش بارفان في الهواء بيحصل ايه؟ البارفان ينتشر. انت بترشه في المنطقه دي بس يبتدي ايه؟ ينتشر شويه. فالديفيوجن عندنا في الالكترونكس بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجه لان انا عندي هاي كونسنتريشن اوف كاريرز من نوع معين اللي هو ان بوزيتيف، وهنا ايه؟ بي. تمام؟ ففي هنا قليل من الان بوزيتيف، فبيبتدي ايه يعملوا ايه؟
ينتشروا شويه، يعدلوا المنطقه، مش بينتشروا، مش بيملوا السبتريت كله، ولكن في شريط حوالين المكان اللي انا عملت بيه دوبينج. فدي حاجه اسمها سايد ديفيوجن، دي حاجه برضو لازم ناخدها في الاعتبار في الحسابات. اوكي، يعني احنا الشابتر ده احنا بنراجع على الفاندامنتالز اللي انتوا درستوها، بس بنزود مور اكوريت كالكوليشنز. لو انا جيت اعمل سي، لو انا جيت اعمل سي موس، وقلنا سي موس معناه ايه؟ ان موس مع بي موس. لو انا عايزه اعمل فابريكيشن لسي موس، يبقى هنلاقي ان هو زي ما هو مرسوم عندي فوق كده، انا عندي الجزء اللي هو ده الان موس اللي احنا لسه متكلمين عليه. الويفر هي هي، ما ينفعش وانا عندي بي سبستريت اروح عامله، اقول انا هعمل هنا انا البي موس محتاجه له ايه؟ اكسبترز. ما ينفعش اجي اقول انا هعمل هنا هاي كونسنتريشن اوف بي، مش هتشتغل، لان هي كده مفيش، يعني عشان تكون لي ان شانل فين اجيب منين الان؟ اوكي، فبالتالي محتاجه اعمل خطوه زياده قبل ما فابريكيت ال بي موس بتاعي. الخطوه الزياده دي اني قبل ما اعمل الريجنز بتاعه السورس والدرين، بعمل حاجه اسمها الان ويل. يعني ايه ويل؟ يعني بير. اوكي، يعني بعمل زي حفره كده بخليها دونرز، بخليها دوبت بالدونرز. جوه الحفره دي هعتبر ان هي دي السبستريت بتاعي، جواها بقى ابتدي اعمل البي بلس بتاعي والبي بلس بتاعي، واحط الميتال اوكسايد واحط الجيت. خلاص، يبقى دايما البي موس بيبقى عنده الان ويل بتاعته، بس الكل بي موس بقى بعمله، بعمل الكونكشن بتاعه البلك لوحدها. اوكي، لان دول مش واصلين ببعض. انا في الان موس ليه بعمل وان كونكشن بس للبلك؟ عشان كله متشارك في نفس السبستريت. بس انا لو عايز اعمل بي موس، انا مضطر اعمل له حفره لوحده. الحفره دي البايسنج بتاع الفولتج بتاع الان ويل هو اللي هدخله هنا. ما اقدرش لكل البي موس اقول انا هحط كونكشن هنا بس، لان انا كمان شويه هعمل الان ويل بتاعي هنا. مفيش علاقه ما بين الان ويل ده وما بين الان ويل ده، بينما كلهم متشاركين مع بعض في نفس البي سبستريت. ماشي الكلام؟ السيمبلز اللي انتوا شفتوهم، يعني هتلاحظوا ان احنا، او اللي انتوا عارفينه اللي هو مثلا السيمبل ده او السيمبل ده، انا مش عارفه اشتغلته باني فيهم، اللي هم يا اما بيحطوا انفرتنج بابل كده على الجيت عشان يقولوا ده بي موس، بس ده مينلي في الديجيتال سيركتس، او بيحطوا السهم داخل او طالع علشان يقولوا ان ده بي موس وان موس. اوكي، احنا اللي هنشتغل بيه كونفنشن اللي هي على الشمال. في كونفنشن ثانيه اللي هي المفروض الدقيقه قوي، اللي هي بتقول ان كمان عندي التيرمينال بتاع البلك. اوكي، مش هنشتغل بالكونفنشن دي، ولكن هناخد في اعتبارنا الحسابات بتاعه البلك زي ما هنشوف بعد كده. اوكي، استخدامات السي موس زي ما قلنا في المايكرو بروسيسورز، في المايكرو كنترولرز، في الستاتيك رامز، في الايمج سنسرز، داتا كونفرترز، هايلي انتجريتد ترانسيفرز، كل الحاجات دي استخدامات للكومبلمنتري موس اللي هو ان موس مع بوس مع بي موس مع بعض. طيب، احنا دلوقتي احنا اوريدي اتكلمنا شويه على الكاركترستكس بتاعتي. اللي ناقصنا شويه هي الترانس كوندكتنس، يعني الكلام ده كله قلناه ان احنا بنعمل الشانل ازاي وبيحصل الثريشولد. انا حاطه فيديو، هو الفيديو ده ما هو الا مجرد ان هو ده بيوري بس
الكلام اللي احنا لسه شارحينه، يعني اللي هو ازاي عشان لو حد مش فاكر بس ازاي اللي بيحصل الشانل، ازاي بيعدي بيحصل الديبليشن ريجن، الكلام ده كله انا حطاه بس مجرد للمراجعة عشان لو حد مش فاكر الكلام او مش مجمع اللي بيحصل يعني. طيب هنا السلايد دي بتقول ان الثريشولد فولتج كان بي ادجستد باي امبلانتنج دوبنتس انتو ذا شانل اريا دورينج فابريكيشن. لو حطينا بي بلس ماتيريال هيحصل انكريس في الثريشولد فولتج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي اقدر وانا بفابريكيت اتحكم في الثريشولد فولتج بتاعي ازاي؟ لو انا جيت وقلت انا عندي ادي البي سبستريت بتاعي، انا هحط هنا هعمل الاول هنا شويه دونر زياده اوكي، وبعدين هعمل الان بتوعي وهفابريكيت الجيت والسورس والدرين. تمام، هيفرق في ايه ان انا عملت هنا دونرز سوري اكسبترز زياده؟ تفرق في ايه؟ محتاج فولت اقل عشان يعمل الشانل. ازاي بقى؟ هو عشان يكون الشانل لازم يعمل ايه في الهولز اللي موجوده هنا؟ لازم ينزلها لتحت. خلاص انا بقى لما حطيت بي بلس هنا عملت له ايه؟ زودت له عدد الهولز، يبقى انا كده صعبت عليه المأمورية ولا سهلتها؟ صعبت. يبقى هو محتاج احط فولتج اعلى علشان اقدر اعمل الديبليشن ريجن. خلاص يبقى انا كده عليت مين؟ الثريشولد فولتج، عليت الفولتج اللي اقدر ابتدي اشتغل من بعده. ما هو الثريشولد فولتج ده بيعبر لي عن الفولتج اللي بعد ما اكون الثريشولد بعد ما اكون الديبليشن ريجن يبتدي يكون لي الشانل. فانا هنا لما عندي هولز كتير معناها ان انا محتاجه فولتج اعلى عشان امشي الهولز دي واخلي بس الان. لو ما كانتش عندي الهولز دي بالشكل ده كنت هحتاج فولتج اقل. فانا اقدر كديزاينر وانا بعمل فابريكيشن لو انا محتاج ترانزستور الثريشولد فولتج بتاعه مش 7 من 10، محتاجه يكون 9 من 10، 1 فولت، ممكن يمكن انا عندي ترانزستور محتاج فيه كده، يبقى اقدر ان انا في الفابريكيشن اعمل العب في الحته دي. محتاج يكون الثريشولد فولتج بتاعه نص فولت، يبقى اقدر في الفابريكيشن اعمل الحركه دي. اوكي، يبقى ده خطوة أو يعني تريك من التريكس اللي ممكن تتعمل. طيب إيه الفرق ما بين الانفيرجن لاير والديبليشن لاير بتاعت الفات بتاعت الان موس وبتاعت البي موس؟ احنا اتفقنا عشان نعمل البي موس بنعمل له الوال بتاعه وبنحط الارياز بتاعتي. ايه الفرق؟ ايه الفرق في الاوبريشن طيب ما بينهم في الفولتجز مثلا ما بين البي موس والان موس؟ واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. ليه واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف؟ يعني انا لما بقول الفي جي اس بيكون بوزيتيف في الان موس وبيكون نيجاتيف في البي موس، ليه؟ عشان انا هنا لو جيت حطيت بوزيتيف فولتج ودي عندي ان، هيحصل ايه؟ هيأتراكت، مش هيفضي. انا هنا عايزه افضي الان يبعد وعايزه الهولز هي اللي تفضل. اوكي، فيبقى انا مش عايزه كده، انا عايزه ابعد الان، لان في البي موس انا عايزه بي شانل مش ان شانل، عايزه شانل اوف هولز عكس الان موس. يبقى معنى كده ان انا لازم احط نيجاتيف فولتج عشان النيجاتيف فولتج يبعد لي الالكترونز ينزلها لتحت فيخلي لي ديبليشن ريجن مليانه بالهولز. اوكي تمام، يبقى الفولتج بتاعي الفي جي اس بيكون دايما نيجاتيف، ونفس الحكايه بالنسبه للفي دي اس. كل الفولتجز بتاعتي بتكون نيجاتيف مش بوزيتيف. ليه نيجاتيف؟ عشان احنا اكشولي الكاريرز بتاعتنا عايزينها تبقى هولز مش الكترونز.
في ساعات بنقدر نستخدم الموسفيت كفاريبل ريزيستور، هنتكلم عليها حالا دلوقتي. دي الابلكيشن اوف في دي اس عملناها. الحته دي برضو مهمه، لو انا عايزه ارسم الشانل بوتنشال، يعني عايزه ارسم البوتنشال along الشانل بتاعتي، هرجع ارجع الان موس بتاعي. هقول ان انا حاطه هنا فولتج اسمه في جي، وحاطه فولتج هنا اسمه في دي، وحاطه ده على الجراوند. ادي الشانل بتاعتي. لو انا عايزه ارسم، انا بقول انا هاخد لونج الاكس اكسس كده، عايزه ارسم الفولتج في اماكن متفرقه اللونج الشانل. تمام، في الاول عند بدايه الشانل هيكون بكام؟ بصير مفيش، ما هو ده الحته دي كونكتد مع جراوند. اوكي، وفي النهايه هيبقى هيوصل لفولتج كام؟ الفولتج ديفرنس اللي هتكون هنا كام؟ فرق الفولتجز اللي ما بين الاثنين دول، اللي هو الفي جي ماينس في دي. هتلاقي ان انت عندك مثلا بيوصل لنقطه اسمها في جي ماينس في دي، هتلاقي بيحصل انكريز، مش لينير انكريز، بيحصل انكريز للفولتج along الشانل. اوكي، الرسمه الثانيه اللي جنبها على اليمين دي هي ما هي لمجرد ان هي لو عملت الفي جي ماينس الفي اكس اللي احنا راسمينه ده. اوكي، يبقى هيبقى ايه؟ هيبقى ان انا في البدايه في جي ماينس 0، فببتدي بالفي جي وبقل بقل بقل، لان انا رقم ثابت بطرح منه الكيرف ده. اوكي، فيبقى الكيرف العكسي. الهدف من التو كيرفز دول ان احنا نبقى بس فاهمين ان الفولتج along الشانل مش كونستنت، يعني مش كل الشانل عليها نفس الفولتج. الفولتج بيزيد من السورس لغايه الدرين، والفولتج ديفرنس ما بين الجيت والشانل بيقل ما بين السورس والدرين. والال كابيتال ال اللي مكتوبه دي هي طول الشانل بتاعتي، النهايه بتاعت الفولتج بتاعتي. الحته بتاعت اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، قلنا لما هيبتدي بقى الفي دي اس اقل من في جي اس ماينس في ثريشولد، بيبتدي يبقى عندي الترايود ريجن. الترايود ريجن دي المعادله بتاعتها ايه؟ الكرنت بيساوي ميو ان سي اوكسايد دبليو على ال. المعادله دي لازم تبقوا عارفينها. اوكي، في في جي اس ماينس في ثريشولد، في VDS ماينس نص VDS سكويرد. خلاص، المعادلة دي لو كملت هتلاقوها ان هي بتعمل زي بارابولا، لان هي علاقة ما بين الاي دي وما بين ال VDS، وعندي هنا VDS سكويرد ناقص نص VD سكويرد، لو رسمتها هتلاقيها بتعمل زي البارابولا. اوكي، بس وكل ما غيرت ال في جي اس كل ما اختلف الكيرف. ليه؟ كل ما هغير ال في جي اس كل ما هلاقي نفسي على كيرف مختلف. مش انتوا كنتوا لما بترسموا تعملوا كده؟ صح؟ مش كنتوا بترسموا كذا كيرف ورا بعض؟ كان ايه اللي بيفرق ما بين الكيرف ده وده وده؟ الفي جي اس. كان كل ما الفي جي اس بيزيد كل ما الكيرف بيعلى. ليه؟ ليه علاقة بإيه؟
بالثريشولد بالظبط. ما هو الفي جي اس ده بيعبر عن ايه؟ عن الفولتج اللي انا محتاجاه علشان الترانزستور يترن اون اصلا. اوكي، كل ما زاد الفي جي اس، اوكي، كل يعني انا لو عندي هنا الترانزستور بتاعي، قلنا لو احنا حطينا دونرز كتير بحتاج في جي اس اكبر علشان اتغلب على الشانل. اوكي، لو انا زودت الفي جي اس في نفس الشانل هيحصل ايه؟ هيحصل ان الكارنت بتاعي نفس الكارنت ده هيعلى قيمته عن الفولتج الاولاني. اوكي، فبالتالي عند نفس الفي جي اس هلاقي قيمه الكارنت اعلى. ماشي ولا مش ماشي؟ اوكي، فاحنا لما بنرسم الكيرفات دي لازم نحدد الكيرفات دي خاصه بانهي في جي اس، لان الفي جي اس ده هو اللي مسؤول عن بدايه الديبليشن ريجن او التغلب على الديبليشن ريجن، وان الشانل يحصل لها فورميشن اساسا. اوكي، في الترمينولوجي دي هنستخدمها كتير، ان الفي جي اس ماينس في ثريشولد حاجه اسمها الاوفر درايف فولتج. الاوفر درايف فولتج ليه النقطه دي بالذات؟ لان النقطه دي بالذات لو الفي دي اس اكبر منها يبقى احنا في الساتوريشن، لو اقل منها يبقى احنا في الترايود ريجن. اوكي، فالنقطه او الخط بتاع في جي اس ماينس في ثريشولد او القيمه بتاعت في جي اس ماينس في ثريشولد دي قيمه فارقه في الاوبريشن بتاعت الترانزستور. يعني عندي قيمتين فارقين، قيمه الفي ثريشولد، لان الفي جي اس لو اقل من الفي ثريشولد يبقى ترانزستور اصلا مش شغال، وبعد كده قيمه الفي جي اس اول ما يبتدي يشتغل الفي جي اس ناقص الفي ثريشولد. القيمه دي على اساسها بيتحدد الترانزستور في الترايود ريجن ولا في الساتوريشن. اوكي، يبقى الترانزستور ده هيفضل شغال في الترايود ريجن لغايه امتى؟ لغايه اما الفي دي اس تساوي القيمه دي على محور في دي اس بتساوي ايه؟ في جي اس ماينس في ثريشولد، بعدها هيقلب ساتوريشن. ونفس الحكايه هنا، طبعا الفي جي اس 1 دي غير الفي جي اس 2 غير الفي جي اس 3، يبقى النقط دي هتختلف مكانها على المحور بتاعي. ماشي ولا ايه؟ أوكي، احنا بنراجع، احنا ما عملناش حاجه، احنا بنراجع بس اللي انتوا خدتوه قبل كده. هنلاقي ان الترانزستور هنا في الحته الاولانيه الصغيره دي لو في دي اس اقل بكتير من 2 في جي اس ماينس في ثريشولد، المعادله دي هقدر اهمل فيها الترم ده. لو الفي دي اس ده صغير قوي هقدر اهمل ناقص نص في دي اس تربيع. لو انا اهملت ناقص نص في دي اس تربيع، طبعا عماله اشخبط الدنيا مش واضحه خالص، بس اهو لو انا اهملت الحته دي اصبحت المعادله ايه؟ اصبحت المعادله لينير، لان التو فاريبلز بتوعي هم الاي دي والفي دي اس، وكل دي قيم ثابته. انا خلاص طالما ترانزستور اشتغل فانا عارفه الفي جي اس بكام وعارفه الفي ثريشولد بكام، انا ماشيه على نفس الكيرف. يعني ما الفي جي اس بيتغير من كيرف لكيرف، بس احنا دلوقتي بنتكلم على كيرف معين، فيبقى دي ده خط لينير. يعني ايه خط لينير؟ يعني عندي هنا الكارنت بتاعي مين اللي متحكم فيه؟ الفي دي اس. تمام؟ طيب ايه الابلكيشن بقى اللي احنا ممكن اللي احنا خدناها؟ او قبل ما اقول الابلكيشنز، لو الكارنت متحكم كارنت معاه لينير ريليشن شيب مع الفي دي اس يبقى كانه ريزيستنس. الريزيستنس دي بتساوي ايه؟ بتساوي في دي اس على اي دي، يعني قيمتها 1 على ميو ان سي اوكسايد دبليو على ال في في جي اس ماينس في ثريش. بالمناسبه انا ما اتكلمتش على الحاجات دي، بس انتوا المفروض عارفين دي ايه، مش كده؟ ميو ان هي الموبيليتي، السي اوكسايد هي ايه؟ الكاباسيتنس بتاعت الاوكسايد. نحسبها ازاي؟ الايه؟ كاباسيتنس ات ثيكنس تي اوكسايد. كويس، الكاباسيتنس لما بيكون عندي ثيكنس تي اوكسايد بحسبها ازاي؟
ابسلون اللي هي ابسلون نوت في الابسلون ار على التي. اوكي يعني السي اوكسايد دي لو الاوكسايد بتاعي ليه تخانه اسمها تي اوكسايد فبحسب السي اوكسايد ان هي بتساوي ابسلون نوت ابسلون ار على التي اوكسايد. اوكي دي خدتوها برضو. والW والL دول مين اللي قلنا عليهم المرة اللي فاتت؟ الويدث يعني ده لو بصينا كده على الاي سي بتاعتي يبقى ده الW بتاعي والL هي طول الشان. ما بيهمنيش الحتت اللي فيها الدرين والسورس، انا بيهمني بس طول الشانل هو ده الايفكتيف بتاعي بتاع الترانزستور. تمام؟ طيب ارجع تاني بقى. طيب انا دلوقتي عندي ريزيستنس عباره عن علاقه ما بين فولتج وكارنت. الكارنت ده هو الاوتبوت بتاع الديفايس بتاعي، الموسفيت الاوتبوت بتاعه هو الكارنت. بتحكم فيه بالفولتج. يعني الريزيستنس دي كل ما زاد او كل ما اتغير الفولتج كل ما الريزيستنس دي هتتغير. اوكي ايه الابلكيشن بقى اللي احنا خدناها اللي فيها يعني او مثال على ابلكيشن ممكن نستخدمه ان احنا بنكنترول فولتج، محتاجين حاجه فيها فولتج كنترولد ديفايس. أو الاتصال. ده معنى يعني رد مباشر إن محدش بيفتح أي حاجة في أي حاجة خالص ولا حتى بيركز في المحاضرة. يعني إحنا خدنا إيه المحاضرات اللي فاتت؟ أوسيليتورز. حلو. اخر حاجه اتكلمنا عليها في الاوسيليتورز المره اللي فاتت كانت ايه؟ غير الفابريكيشن، ان الفابريكيشن ملوش علاقه بالاوسيليتورز، ايه قبل الفابريكيشن على طول؟ الثلاث خمسات، حلوه قوي، وقلنا الثلاث خمسات دي بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي ممكن سكوير ويف، وتطلع لي تريانجلر ويف، خلاص؟ اوكي، وقلنا ان احنا ممكن في الثلاث خمسات كان في بن اسمه ايه؟ كنترول. والكنترول ده كان بندخل عليه ايه؟ ارد على نفسي فولتج متغير. ليه بندخل عليه فولتج متغير؟ علشان نتحكم في الفريكونسي بتاعه الاوتبوت ويف. اوكي انا ممكن قوي الكنترول ده اعمله عن طريق موسفيت بس اشغله فيه اللي هي بقى ايه الفيرست لينير ريجن دي مش الترايود ريجن، في الحته دي. ليه مثلا احتاج اعمل كده؟ زي ما انا كاتبه لكم في سلايدز، انا ممكن مثلا احط الفولتج كنترولد ريزيستر ده عشان ادجست الفريكوينسي اوف ذا كلوك جنريتور في اللابتوب لما اجي اعمل له باور سيفنج مود. انت دلوقتي عندك كلوك شغاله في اللابتوب بتاعك، لما تيجي بتعمل باور سيفنج بيحصل ايه للكلوك دي؟ اكيد مش مطلوب منها انها تفضل شغاله بنفس الريت، ما فيش حاجه بتحصل، احنا عايزين ننيمه. اوكي فلما بنيجي ننيمه بننيم كلوك معاه. فننيم كلوك ازاي؟ يعني ايه ننيم كلوك؟ يعني نقول لها بدل ما انت شغاله هاريه نفسك شغل 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 اهدي شويه. ازاي اقول لها اهدي شويه؟ عن طريق ان انا ادخل لو فولتج هنا او العكس، كان العلاقه بتاعتي عكسيه يعني وات ايفر، المهم ان انا اعمل كنترول فولتج بحيث ان الفريكونسي تقل بحيث ان الكلوك تشتغل ابطا. اوكي يبقى قد يكون مثال الديزاين ان الكنترول فولتج ده انا متحكمه فيه عن طريق موسفيت. ممكن دي فكره، مش شرط، مش لازم نكون بنعمل كده، بس ممكن يكون ده one of the applications. اوكي طيب الجزء اللي بعد كده اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بيحصل فيه pinch off بيحصل ايه؟ saturation. معادله الساتوريشن هي
اي دي بتساوي نص ميو ان سي اوكسايد دبليو على ال في جي اس ماينس في ثريشولد كل تربيع. المعادلتين دول دي وبتاعت الترايود هتحفظوهم ايه؟ يعني اكشلي المعادلات اللي مش حفظ انا هبقول لكم عليها خلاص عشان يبقى الموضوع اسهل كده. في الساتوريشن بتتميز الكاركترستكس بان انا عندي كونستانت كارنت. المعادله هنا او السلايد دي بتورينا تجميعة المعادلات بتاعت الـ NMOS وتحت بتاعت الـ PMOS. ايه الفرق ما بين الـ NMOS والـ PMOS؟ اولا الـ ميو N هتستبدل بـ الـ ميو P، الموبيليتي بتاعت الـ electrons هتستبدل الموبيليتي بتاعت الـ holes، وهنلاقي دايما في اشارة negative لان الـ voltages كلها مقلوبة. اوكي؟ ايه الفرق في القيمة ما بين الموبيليتي بتاعت الـ holes وما بين الموبيليتي بتاعت الـ electrons؟ الموبيليتي بتاعت الـ holes اعلى. ده معناه ايه؟ هو يعني ايه موبيليتي اصلا؟ حرية الحركة او القدرة على الحركة. اوكي؟ يعني زي ما نكون كده في مدرج وعايزين نخرج. لو الدنيا فاضية احنا بنخرج بسرعة، يبقى احنا الكترونز. لو الدنيا مزنقة ومش عارفين نتحرك بسرعة يبقى احنا حركتنا محدودة شوية، يبقى احنا هولز. اوكي؟ فالهولز الموبيليتي بتاعتها اعلى، ده معناها ان هي حركتها ليميتد اكتر من الالكترونز، نتيجه لان هي وزنها اكتر، نتيجه يعني وات ايفر بقى الفيزيكال اتريبيوتس اللي بتساهم في كده. لو انا بشغل الترانزستور في الساتوريشن وباخد كونستانت كارنت، يبقى اقدر اقول ان الترانزستور ده شغال كانه ايه؟ كانه كارنت سورس. يبقى احد الابلكيشنز بتاعه الموسفيت ان انا لو شغلته في الساتوريشن اقدر ان انا اخد منه كونستنت كارنت، يبقى تطبيق العملي للكارنت سورس هو عباره عن موسفيت في الساتوريشن. تمام؟ بس هو كارنت سورس ما ينفعش يكون فلوتنج. يعني ايه ما ينفعش يكون فلوتنج؟ يعني دايما الموسفيت يا اما بنلاقي السورس مربوط بالجراوند، يا اما بنلاقي الفي دي دي مربوط سوري الدرين مربوط بالفي دي دي. يعني لازم طرف منهم يكون مربوط بال، مش لازم دايركتلي بس ممكن يكون في ريزيستنسز في النص. بس يعني ما ينفعش، يعني في ساعات في الدوائر السيركتس مثلا كنتوا تاخدوا مثلا حاجه كده، نقول بقى ان هي بقى لسه في ريزيستنسز كده، يعني نحط كارنت سورس ما بين طرفين مش داخل عليهم لا جراوند ولا في دي دي، مش بيتطبق بالموسفيت. اوكي؟ بس لو احنا عندنا كارنت سورس يا اما رايح جراوند يا اما جاي من الفي دي دي، يبقى ساعتها نقدر ان احنا نطبقه بالموسفيت. يبقى احنا الموسفيت ممكن ان احنا لو استخدمناه في الجزء الاولاني بتاعه نستخدمه كفاريبل كنترولد ريزيستور، او نستخدمه في الساتوريشن كانه كارنت سورس. هنتكلم على الابلكيشنز بتاعته كتير، بس يعني ده مبدئيا كده. يعني ده اكزامبل موجود عندنا في الريفرنس بيخلينا نشوف الرسمه بتاعت الريجنز بس على بلين مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. البلين ده بيقول لي هو عايز يرسم على في دي اس في جي اس بلين. احنا هنا بنرسم في الاي دي في دي اس بلين. اوكي؟ انا هو عايز يرسم على في جي اس في دي اس بلين الاوبريشن ريجنز بتاعه الترانزستور. هو موضوع سهل، هو بس ديمونستريشن مختلفه. طول ما الفي جي اس اقل من في ثريشولد فالترانزستور في كل المنطقه دي اوف. تمام؟ امتى نقطه التحول؟ عند في ثريشولد. تمام؟ طيب قلنا دي اول نقطه تحول. النقطه التحول الثانيه هي مين؟ في جي اس ماينس في ثريشولد. اوكي؟ نقطه في جي اس بتساوي في ثريشولد دي سهله نقطه، بس في جي اس ماينس في ثريشولد ده ايه؟
ده عبارة عن لكل قيمة من VGS ليه قيمة. يعني لو قلنا مثلا الفي ثراشولد بواحد والفي جي اس متغير، من بعد ما الفي ثراشولد بيساوي واحد بقت القيمه هنا القيمه بزيرو، خلاص. لو الفي جي اس بيساوي واحد يبقى القيمه بزيرو. طيب لو الفي جي اس بيساوي 2 يبقى 2 ناقص 1 ب 1. لو الفي جي اس بيساوي 3 يبقى 3 ناقص 1 ب 2. اوكي، يعني ده 1 2 3 وهكذا. يبقى هنلاقي نفسنا بنرسم خط بدايته عند في ثريشولد. اوكي، طيب الخط ده قيم الفي دي اس اللي موجوده هنا اعلى منه بتمثل انهي ريجن، وقيم الفي دي اس اللي موجوده اقل منه بتمثل انهي ريجن. احنا الكونديشنز بتاعتنا بتقول ان في دي اس لو هو اكبر من في جي اس ماينس في ثريشولد، يعني القيم اللي هنا دي قيم بتقول ان في دي اس اكبر من القيمه دي، تمام؟ يبقى دي معناها ان احنا هنا في الساتوريشن. يبقى المنطقه دي كده دي منطقه الساتوريشن، بينما المنطقه اللي تحت دي منطقه الترايد. ده مجرد ديمونستريشن مختلف، مش بنستخدمه في حل مسائل قوي يعني، بس هو مجرد شكل مختلف لان احنا نعرف نرسم علاقات ما بين الفاريبلز بتاعتنا. القيمه اللي هي بتساوي في جي اس ماينس في ثريشولد اللي هو الاوفر درايف فولتج بتاعتي، لو الفي دي اس بتساوي القيمه دي بنسميها الفي دي اس ساتوريشن. يعني القيمه اللي القيم اللي على الخط دي المناظره لقيم في دي اس دي بيسموها الفي دي اس ساتوريشن. نخلي بالنا ان كل يعني اي ترانزستور بالنسبه لنا في البلين ده همثل الاوبريشن بتاعته بايه؟ يعني احنا هنا كنا بنقول الكيرف ده كله بيمثل الاوبريشن بتاعتي، صح؟ هنا بقى الاوبريشن بتاعتي امثلها ازاي؟ الكيرف ده كان عنده في جي اس قيمه محدده وبطلع قيم للفي دي اس، اوكي؟ يعني انا المفروض ان انا اشوف الخط اللي فيه في جي اس قيمه محدده واشوف الفي دي اس بتاعي هل انا في الترايود ولا في الساتوريشن ولا في الاوف لو انا في الحته دي. اوكي، هنتكلم على ترانس كوندكتنس وبعد كده ناخد بريك. من الحاجات المهمه اللي بنحتاجها في الموسفيت حاجه اسمها الترانس كوندكتنس. ايه الترانس كوندكتنس دي؟ يعني ايه ترانس كوندكتنس؟ او اسمها ايه؟ ايه السيمبل بتاعها؟ جي ام. اوكي، الجي ام دي بتعبر عن ايه في الموسفيت؟ ايوه، الديفرنشيشن بتاعت ايه؟ بتاعت الكرنت على ال صح الفي جي اس، سوري الفي جي اس عند في دي اس كونست. معناها ايه؟ بتقول ايه عن الترانزستور غير ان هي رقم احنا بنستخدمه وبنحطه في الموديل، يقول لي الجي ام بكذا اروح حاطه في الموديل، ايه معناها؟ هي دلوقتي بتقول لي دلتا باي دلتا او تشينج باي تشينج. مين ده ومين ده؟ ده الاوتبوت بتاعي وده البايس بتاعي او نوع من الانبوتس اللي عندي. اوكي، كل ما كان الاوتبوت ده بيتغير بدرجه كبيره لتغير صغير من الانبوت هيحصل ايه للجي ام؟ هتزيد. لما يكون ده كبير وده قليل هتزيد، كل ما ده يكون قليل وده كبير هتحصل لها ايه؟ هتقل. جي ام صغيره معناها سنسيتيفيتي صغيره. يعني ايه سنسيتيفيتي؟
يعني قد ايه الاوتبوت بيحس بتغيير الانبوت. احنا دايما بنعبر عن السنسيتيفيتي في انهي ديفايسز؟ يعني انت مش خدت اكوستكس الترم الاولاني؟ لا خدت اكوستكس. السنسيتيفيتي بتحسبوها لايه؟ يعني اي حد لا ترم السنسيتيفيتي ده مرتبط بحاجه مهمه في الاكوستكس. الميكروفونات والمينلي ميكروفونات اكتر من اللاود سبيكرز كمان. كل ما كان السنسيتيفيتي بتاعت الميكروفون اعلى كل ما كان الميكروفون ده اغلى. ليه؟ ما هو ما ينفعش الحاجه اللي بتاخدوها ترموها بعدها بشهرين. يعني ما ينفعش احنا تدخلوا تكبوا في الامتحان وتطلعوا. لما اشتري ميكروفون السنسيتيفيتي بتاعته عاليه ده معناها ان انا اعمل مجهود قليل في الكلام يطلع لي سيجنال كبير، ودي حاجه مرغوب فيها، دي حاجه كويسه. لو انا لازم اقعد اعلي صوتي عشان الممبرين اللي جوه دي تتهز ويا دوب يطلع لي سيجنال قليله، يبقى ده معناه ان السنسيتيفيتي بتاعت الميكروفون ده ايه؟ قليله. ده ثمنه رخيص ليه الابلكيشنز بتاعته. بس انا لو انا في حاجه كويسه، حد بيغني، حد بيقول سبيتش كده، محتاجين ميكروفونات السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه. نفس الحكايه عندنا في الترانزستورز. الترانزستور اللي بيحس على دمه بسرعه بتبقى الجي ام بتاعته عالي، واللي ما بيحسش يبقى الجي ام بتاعته قليل. يبقى انا وانا بختار في الديزاين بتاعي الجي ام ده رقم مهم، مش اي رقم وخلاص. اوكي طيب بنحسبه ازاي؟ عندنا تو ريجنز ممكن نحسب فيهم الترانس كوندكتنس. بس تفتكروا الترانس كوندكتنس عاده، يعني انتوا دايما لما خدتوا السمول سيجنال موديل كنتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا حاجه بالشكل ده، مش عارفه، جي ام في الفي جي اس صح؟ ده السورس وده الجيت وده الدرين صح كده؟ الموديل ده كنتوا بتطبقوه في انهي ريجن؟ يعني بتشيلوا ترانزستور وتحطوا ده، كنتوا ساعتها بتبقوا شغالين في انهي ريجن؟ الامبليفايرز بتشتغل في انهي ريجن؟ فورورد وباكورد دي مش احنا مش بنتكلم فورورد وباكورد دلوقتي، احنا بنتكلم ترايود وساتوريشن ايه؟ ترايود ريجن؟ لا اكشلي لا بالظبط ما ينفعش تشتغل ترايود. ليه ما ينفعش تشتغل ترايود؟ هقول لكم دلوقتي. اوكي انتوا اكشلي المودلز دي ساتوريشن، سمول سيجنال مودلز انتوا بتشيلوها وتحطوها دي، انتوا شغالين في الساتوريشن. انتوا مش عارفين بس انتوا شغالين في الساتوريشن، وهقول لكم ليه لازم تكونوا شغالين في الساتوريشن، ما ينفعش تكونوا شغالين في ترايود. عشان الاتي، الجي ام بالحسابات خلينا نبص على قيمها في الساتوريشن. معادله الساتوريشن بتقول ان اي دي بتساوي نص ميو ان سي اوكسايد دبليو على ال في جي اس ماينس في ثريشولد كل تربيع. خلاص هفاضل المعادله دي بالنسبه لفي جي اس عند كونستانت في دي اس. تمام هو ده تعريف الجي ام. هتطلع ايه؟ هتطلع ميو ان سي اوكسايد دبليو على ال في في جي اس ماينس بي ثريش. ماشي كده؟ لما الترانزستور بيكون شغال الفي جي اس ده بيتغير ولا لا؟ ولا لا؟ عشان اشغل الترانزستور انا بعمل له بايسنج في جي اس وما بغيرش في جي اس خلاص. مين اللي ممكن يتغير؟ الاي دي والفي دي اس، لكن الفي جي اس ده مش ملوش احتمالات. والا انا كده هنط من كيرف على كيرف وهلخبط الدنيا خالص، اوكي؟ فالفي جي اس ده رقم ثابت. الفي ثريشولد ده ايه؟ ثابت. دبليو على ال سي اوكسايد
ميو ان، يبقى معنى كده ان جي ام بتطلع كونستنت. اقدر اخدها واحطها في القيمه هنا. وانتوا يا جماعه لو القيمه دي متغيره زي ما هنشوف في الترايود، ما ينفعش ارسمها كارنت سورس كده. مش الكارنت سورس ده معناها ايه؟ معناها ان كارنت ثابت، قيمه ثابته للكارنت سورس مضروبه في في جي اس. حد يقول لي الفي جي اس متغيره؟ اقول له لا، الفي جي اس مش متغير، الفي جي اس ثابته برضو. عشان كده احنا قادرين نرسمه كارنت سورس. لو بصينا للمعادله بتاعه الترايود وفضلناها، هيطلع ايه؟ ميو ان ده في دي اس ده ثابت فتفاضله بزيرو خلاص. ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال في مين؟ ما هو الفي جي اس هنا مضروب في في دي اس، اوكي؟ الترم الثاني ده تفاضله بزيرو خلاص، بس طلع لي في دي اس. الفي دي اس ده مش ثابت، معناها ان الجي ام مش ثابته. يعني كل ما هيتغير الفي دي اس كل ما الجي ام هتتغير. ما ينفعش استخدم لها موديل كده، ما ينفعش احطها كونستنت كارنت سورس. فاذا شرط الاستخدام بتاع الكونستنت كارنت سورس دي انكم تكونوا شغالين في الساتوريشن. لو انت شغال في ترايود يبقى في مودلز ثانيه خلاص، او في ابروتشز ثانيه. تمام؟ طيب مش هقول الحته دي بس وخلاص وناخد بريك يعني. معادله الجي ام ممكن اكتبها على اكتر من صوره في الساتوريشن بقى. احنا مش هنتعامل معاها دلوقتي في الترايود، احنا هنتعامل معاها في الساتوريشن. ايه الصور الثانيه اللي ممكن اكتبها؟ الصوره اللي هي جذر 2 ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال في اي دي. جت منين الصوره دي؟ ان هو بقول ان الفي جي اس، يعني انا وصلت للمعادله بالشكل ده، ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال في في جي اس ماينس في ثريشولد. من هنا من المعادله اللي فوق دي بقول ان الفي جي اس ماينس في ثريشولد بيساوي ايه؟ بيساوي الجذر التربيعي ل 2 اي دي على ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال، صح كده؟ مكان الفي جي اس ماينس في ثريشولد هنا هعوض بالجذر ده. يبقى الجي ام بتساوي ايه؟ جذر 2 اي دي على ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال مضروبه في ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال. هدخل ده جوه تحت الجذر، يعني هيتبقى لي ايه؟ جذر بتاع 2 ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال في الاي دي، اوكي؟ دي شكل الجي ام. او ممكن شكل كمان ان انا اقول ان هو 2 اي دي على في جي اس ماينس في ثريشولد. جت منين؟ جت من ان انا هحط في المعادلة الأصلية بقول هضرب هضرب اي دي في 2 هتبقى ميو ان سي اوكسيد دبليو على ال في في جي اس ماينس في ثريشولد الكل تربيع خلاص. هقسمها على في جي اس ماينس في ثريشولد هيبقى ايه؟ لو قسمتها كده هيبقى ده، ويروح التربيع اللي فوق تطلع لي نفس المعادله بتاعت الجي ام. يبقى التلات صور ينفع ان احنا ناخدهم للجي ام. الكيرفات اللي تحت دي مهمه عندنا بعد كده في الديزاين هنستعملها، فهعلق عليها دلوقتي. بعد كده في الشابتر اللي جاي هنتكلم عليها تاني. ان انا لو انا جيت قلت عايزه ارسم تغيير الجي ام مع الفي جي اس ماينس في ثريشولد، لو ده اتغير ده معناها ان انا بغير الاوبريشن، بغير البايس بتاعي. هتلاقي ان لو الدبليو على ال ده ثابت، فميو ان في سي اوكسيد برضه ثابت، يعني دي معادله خط مستقيم. علاقه ما بين جي ام وفي جي اس ماينس في ثريشولد هي معادله خط مستقيم. طيب لو رسمتها الكيرف الثاني، الدبليو على ال ثابت، بس برسم العلاقه ما بين الجي ام والاي دي لو هو الكيرف بالشكل ده، لو هي المعادله كده هتبقى معادله روت، اوكي؟
اخر اخر واحده اللي هي المعادله الثالثه اللي هي لين اي دي على في جي اس ماينس في ثريشولد. لو رسمتها هتلاقي ان هي بتبقى واحد يعني عكس مع البي... لو الاي دي كونستنت يبقى في جي اس واحد على في جي اس ماينس في ثريشولد، يعني هتلاقيها بتعمل البارابولا المعكوسه. اوكي ماشي كده، هناخد بريك ربع ساعه ونرجع، يبقى 10:30 و5 هنرجع. اوكي بالنسبه للبي موس او بي فات او whatever، طبعا لما هنيجي نفاضل المعادله الاساسيه بتاعه الساتوريشن هيبقى في عندي هنا نيجاتيف ساين في الاول وعندي ميو بي بدل ميو ان، فبالتالي التفاضل هيطلع ناقص ميو ان سي اوكسيد ميو بي سوري سي اوكسيد دبليو على ال في في جي اس ماينس في ثريشولد. والفورمز الثانيه هتبقى برضو بالتشابه، ان في حاجات اللي هي طبعا اللي تحت الروت ما فيهاش نيجاتيف، بس الباقي هتلاقي فيه عندك نيجاتيف ساينز جايه من المعادله الاصليه. طيب ده المفروض الكلام ده كله انتم عارفين خلاص. الحته الزياده بقى اللي احنا هنزودها السنه دي اللي هنحتاجها بعد كده في الديزاين بتاعنا وفي الحل هو حاجه اسمها السكند اوردر ايفكتس. يعني انتم متعودين على الموديل زي ما قلنا اللي هو بيبقى عندي هنا في جي اس وبعد كده عندي سورس كارنت سورس اسمه جي ام في الفي جي اس ما بين الدرين وما بين السورس خلاص. الموديل ده از سمبل موديل مش بياخد في الاعتبار شويه ايفكتس هنتكلم عليها السنه دي وهنزودها على الموديل ده. اوكي طيب اول حاجه اسمها البودي ايفكت. البودي اللي هو البالك بتاعنا اللي هو السبستريت بتاعنا اللي اتكلمنا عليه اللي احنا بنعمل له كونكشن واحده لكل السبستريت. دي الحته بتاعت تاني بتاعت ان هو وجود الفورميشن بتاعت الديبليشن ريجن والشانل. طيب ليه البودي بيأثر معايا؟ لان احنا عندنا هنا زي ما شايفين في هنا تشارجز موجوده اللي هي بتمثل لي الشانل. زي ما قلنا لو احنا كنا حاطين اصلا دونرز او سوري كنا حاطين اكسبترز في الاول كنا هنحتاج في جي اس اعلى علشان نتغلب على الموجودين هنا ونعمل الديبليشن لاير ويبقى تتكون الشانل. طيب لو انا حاطه الفي جي اس بتاعي مش حاطه دونرز ولا حاجه ولكن عندي هنا الفي بي ده بيساوي زيرو او مره اقل من الزيرو هيحصل ايه؟ لو هو الفي بي ده بيساوي زيرو الاوبريشن بتاعتي عاديه جدا. طب لو الفي بي اقل من الزيرو يعني كاني حاطه نيجاتيف فولتج على التيرمينال ده والسبستريت ده اصلا ايه؟ بوزيتيف. تمام؟ طيب ده معناها ايه؟ معناها ان الهولز هيحصل لها اتراكشن للحته دي. اوكي يعني هيبقى فيه زي هول كارنت بيمشي هنا معناها يحصل ايه للديبليشن ريجن؟ هتزيد. ما هو انا الديبليشن ريجن بتكون لي ازاي؟ ان انا عندي الهولز اللي هنا انا مشيتها عن طريق الفولتج اللي هو كان بوزيتيف من ناحيه الجيت بالشكل ده. انا حطيت بوزيتيف فولتج هنا كده فعمل لي ايه؟ عمل لي ريبيلينج بعد الهولز عن المنطقه بتاعه الشانل خلاص. لو انا كنت كمان حاطه ان الفي بي ده اقل من الزيرو كان هيسحب الهولز اكتر فالديبليشن ريجن توسع. ماشي ايه المشكله؟ المشكله ان انا عندي ده برضو يعني الفي ثريشولد بيساوي حاجه اسمها الفاي ام اس زائد 2 فاي فيرمي زائد كيو ديبليشن على السي اوكسيد في الفابريكيشن. الثريشولد فولتج غير ان هو بيعتمد على الفابريكيشن بارامترز يعني بيعتمد على
شوية حاجات منهم هنا اللي هما ايه؟ مثلا الـ 5SD هي الـ difference between the work functions بتاعت الـ polysilicon gate والـ silicon substrate. يعني ايه؟ يعني ايه الـ work function؟ solid semiconductors مش عارفه اسمها ايه الماده دلوقتي. يعني ايه الورك فانكشن؟ الانرجي اللي بنحتاجها في اي اتوم عشان نوصل الالكترونز للسطح بتاعته. اوكي الالكترونز احنا عارفين في الاتومز تبقى تايد للنيوكليوس، بحتاج انرجي عشان اوصلها للليفل اللي هو على السطح. اوكي يبقى الورك فانكشن الفاي ام اس دي هي فرق الورك فانكشنز ما بين البولي سيليكون جيت والسيليكون سبستريت. دي حاجه ما نقدرش نتحكم فيها، ده ماتيريالز كل واحده ليهم الورك فانكشن بتاعتها. اوكي فالفي ثريشولد بيعتمد عليها، فالمفروض حاجه ثابته. 2 فاي اف، الفاي اف دي هي عباره عن كي تي على كيو لن N substrate على Ni. ال K اللي هي البولتمنت كونستنت، T اللي هي درجة الحرارة بالكلفن، ال Q هي التشارج بتاعة الالكترون، دي كلها ثوابت. ال N substrate دي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها من شوية، ان انا الدوبينج بتاع السبستريت، احنا قلنا لو احنا كنا علينا الدوبينج بتاع السبستريت ممكن نعلي الـ threshold voltage. نتيجه لان انا الان سبستريت دي هتعلى فالفاي اف تعلى فالفي ثريشولد تعلى، والانترنسيك دي الانترنسيك فاليو دي ما اقدرش اتحكم فيها او ما بغيرش حاجه فيها من الماتيريال. تمام زائد الكيو ديبليشن على السي اوكسايد، السي اوكسايد زي ما قلنا هي الابسلون نود الابسلون ار على السي اوكسايد، والكيو ديبليشن هي المعتمده على عدد الكاريرز او عدد الكاريرز اللي بيحصلوا في خلال الديبليشن لاير. كل ما زادت الديبليشن لاير كل ما حصل ايه؟ كل ما علي الثريشولد فولتج. اوكي يبقى انا عندي تو فاكتورز ممكن اثناء الفابريكيشن اتحكم بيهم في الثريشولد فولتج. اول حاجه السبستريت كونسنتريشن، عدد الدونرز اللي بحطها هنا، لو انا زودت الدونرز هنا يبقى انا هعلي الديبليشن ريجن، يبقى هعلي الفي ثريشولد فولتج، او ان انا من غير ما ازود في الدونرز ان انا العب في عدد التشارجز اللي هنا عن طريق ان انا اغير البايس فولتج. اوكي طيب العادي ان البودي فولتج ده بيبقى كونكتد مع السورس، يعني احنا لما بنيجي نرسم الفات بنرسمه بالشكل ده، عمرنا ما بنحط التيرمينال بتاع البادي، وبنبقى مفترضين دايما ان السورس والبادي دول الاثنين كونكتد مع بعض مع الجراوند. هنشوف دوائر مش النهارده طبعا، بس هنشوف دوائر في خلال الكورس السورس ما ينفعش يكون كونكتد على جراوند، يعني ساعات ممكن اكون باخد الاوتبوت من على السورس ما اقدرش احطه على جراوند. في الحاله دي هيحصل ايه؟ البادي زي ما قلنا هي وان كونكشن لكل الويفر، فالبادي انا كده ولا كده هوصله بايه؟ بجراوند. لو هو واصل هو والسورس بجراوند يبقى متحقق لي الكونديشن اللي على الشمال دي، الثريشولد فولتج مش هيتغير. لكن لو هو واصل بجراوند والسورس مش واصل بجراوند او العكس، يعني لو في فولتج ديفرنس ما بينهم ما تفرقش مين فيهم اللي مش واصل بجراوند، يبقى ساعتها هيحصل ايه؟ هيحصل موضوع الديبليشن ريجن دي هيزيد فيها التشارجز وبالتالي هتعرض، وبالتالي الثريشولد فولتج هيزيد. اوكي وده اللي بنسميه البادي ايفكت. البادي ايفكت ده ايفكت بينتج عنه زياده في الثريشولد فولتج نتيجه لتغيير عدد التشارجز في الديبليشن ريجن. التغيير ده جاي منين؟ جاي في البادي ايفكت، جاي نتيجه لوجود فولتج ديفرنس ما بين البادي والسورس. ليه بيحصل فولتج ديفرنس ما بين البادي والسورس؟ لان انا ساعات بيبقى عندي ابلكيشنز السورس ما بحطوش على الجراوند، لو انا حطاه على الجراوند كده ولا كده البادي عاده على الجراوند، لكن لو انا عندي ابلكيشن السورس ما ينفعش احط فيه على الجراوند بيبتدي يظهر لي فولتج ديفرنس ما بين الاثنين، ياثر لي على عدد التشارجز اللي هنا يخلي لي في تغيير في الثريشولد فولتج. التغيير في الثريشولد فولتج ده هيترتب عليه ايه؟ كل حاجه. اولا التيرن اوف بوينت والتيرن اون بوينت بتاعه الترانزستور، احنا قلنا الفي جي اس لازم يكون اكبر من في ثريشولد، لو الفي ثريشولد زاد
يبقى الفي جي اس اتغير. خلي بالكم انتوا كل حساباتكم او كل حساباتنا اللي بنعملها بنبقى بانيينها على في ثريشولد بيساوي 7 من 10. لو ال 7 من 10 دي اتغيرت يبقى كل الحسابات هتتغير. مش بس كده، المنطقه اللحظه اللي بيدخل فيها الترانزستور ترايود او ساتوريشن متحدده منين؟ في جي اس ماينس في ثريشولد. لو الفي ثريشولد ده اتغير يبقى المنطقه اللي بيدخل فيها ما بين الساتوريشن اللي بين فيها ما بين ساتوريشن و ترايود اتغيرت. يعني انا ممكن اكون عامل حساباتي كلها على الترانزستور شغال في الساتوريشن، بس نتيجه ان الفي ثريشولد عالي الترانزستور يدخل في الترايود، يبقى بدل ما انا شغله كامبليفاير او ككونستنت كارنت سورس بيديني حاجه ثانيه خالص. اوكي، فاذا هو ايفكت لازم يؤخذ في الاعتبار، بيظهر ما بيظهرش ابدا في الديسكريت كومبوننتس. يعني انا لو ببني دايره فيها شويه ترانزستورز، كل ترانزستور ليه 3 رجلين وبوصلهم، عمر ما هيظهر المشكله دي. المشكله دي بتظهر فين؟ في الاي سيز، لان انا عندي زي ما قلنا ويفر واحده متوصل عليها البالك فولتج ومليون ترانزستور، كل ترانزستور ليه شغلانه، اللي شغال فولوور واللي شغال امبليفاير واللي شغال واتفر كل حاجه. فبالتالي وارد ان يكون السورس والبودي ما لهمش نفس ال الفولتج. اوكي، طيب التشارج بتاعت الديبليشن ريجن دي هي نفسها تاني بترجع تعتمد على برضو السبستريت دونر كونسنتريشن. تمام، المعادلات دي مش حفظ، لا المعادله دي ولا المعادله اللي فوق اللي هي بتاعت الفي ثريشولد. تمام، طيب ده مجرد مثال على السي اوكسايد لما بنيجي نحسبه. لو مثلا التي اوكسايد ب 20 انجستروم هيطلع السي اوكسايد تقريبا ب 17 وربع فيمتو فراد. لو حصل ان احنا عندنا بودي ايفكت، يعني لو حصل ان احنا عندنا فولتج ديفرنس ما بين البيز والسورس، بتبتدي المعادله تتغير. الفي ثريشولد يبقى اسمه حاجه اسمها في ثريشولد نوت زائد جاما، والجاما دي بناخدها ما بين 0.3 و 0.4 زائد جذر 2 فاي اف زائد في اس بي اللي هو فرق الفولتج ما بين السورس والبيز او البادي يعني، وناقص 2 الماجنتيود بتاع 2 فاي اف. لو الفولتج ديفرنس ده بزيرو هيطلع ايه؟ لو ما فيش فولتج ديفرنس هنا، لو ده زيرو هيبقى في ثريشولد بتساوي في ثريشولد نود. مين في ثريشولد نود دي؟ الفي ثريشولد الطبيعي بتاع ترانزستور بدون وجود البادي افكت. تمام؟ طيب المثال ده هناخده عشان نشوف ان يعني ايه اللي بيحصل لو فعلا في عندي بودي ايفكت. بس هو اكشلي يعني مش المثال ده اللي هيوضح قوي الايفكت. احنا لما نبتدي ناخد شابتر 3 اللي هو في الدوائر بتاعه الموسفيت مع الابلكيشنز بتاعتها هنبتدي نشوف بعنينا فعلا فين تاثير البودي ايفكت الواضح. بيقول لي في الفيجر ده plot the drain current if Vx varies from minus ما لا نهاية to zero، assume V threshold node بتساوي 0.3 فولت وجاما 0.4 و 2 فاي اف ب
هو طالب مني ايه؟ طالب مني ارسم في اكس اللي هو الفولتج بتاع البودي مع الكرنت. اوكي؟ طيب لو البداية كده لو الفي اكس ده نيجاتيف نيجاتيف قوي 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 هيحصل ايه للترانزستور ده؟ هيحصل ان الديبليجن ريجن هتبقى كبيره قوي، يبقى معناها ان الجيت فولتج مش هيقدر يقوم الترانزستور، مش هيقدر يتغلب على الديبليجن ريجن دي. يعني واحنا جايين من الفي اكس ده بنقص ما لا نهايه متوقعين ان الكرنت بزيرو، تمام؟ ديبليشن ريجن عاليه جدا، الجيت فولتج الفي جي اس مش قادر يتغلب عليها. اوكي؟ طيب امتى لو الفي جي اس بيساوي 1.2، تمام، يبقى ايه قيمه الفي اكس اللي تخليني انقل من الكاتوف يا دوب ابتدي ادخل في الاون بتاعي او في اللينير ريجن بتاعتي؟ المعادله بتاعت المعادله اللي عندنا بتقول ايه؟ بتقول ان في ثريشولد بتساوي في ثريشولد نود زائد جاما في جذر 2 فاي اف ناقص في اس بي ناقص جذر 2 فاي اف كمودولس، تمام؟ عشان الترانزستور ينقل من الكاتوف يبقى يبتدي يشتغل لازم الفي جي اس تساوي ايه؟ اكبر او تساوي الفي ثريشولد. هو مديني ان الفي ثريشولد نوت عندي، تمام، والجاما عندي والفاي اف عندي. اوكي، الفي اس بي ده اللي هو مين؟ الفولتج ديفرنس ما بين السورس والبودي اللي هو في الحاله دي كام؟ لا مش في اكس، ماينس في اكس. الفولتج ديفرنس في اس بي يعني في سورس ناقص في بودي يعني زيرو ناقص الفي اكس يبقى ماينس في اكس. اوكي، يبقى هتعوض بالقيمه هنا هتطلع في اكس 1. ايه الفي اكس 1 دي؟ القيمه اللي انا هجيبها هي قيمه البودي فولتج اللي من بعده، اللي يعني طول ما هو اكبر من القيمه دي في النيجاتيف، طول ما هو اكبر من القيمه دي في الناحيه دي او اقل يعني اكتشلي يعني كفاليو، طول ما هو جاي في الناحيه دي لغايه الفي اكس 1 الترانزستور مش شغال. اول ما وصلنا عند قيمه في اكس 1 اللي يا دوب الفي جي اس بقى بيساوي الفي ثريشولد ابتدى الترانزستور ده هيشتغل. اوكي، طيب يبقى هتطلع الفي اكس 1 طلعت بناقص 8.83 فولت. خلاص، بعدها لما هيبتدي الترانزستور يشتغل هيشتغل هيبقى المعادله بتاعتي ايه؟ هتبقى اي دي بتساوي نص ميو ان سي اوكسايد طيب السؤال عشان احط المعادله، الفي دي اس بكام؟ بتساوي 2. اوكي، 2 فولت، تمام. الترانزستور ده هحط له معادله في الساتوريشن ولا في الترايود؟ انا عندي احتمالين، لو اقل او اكبر. طب هي اقل ولا اكبر؟ في جي اس بيساوي في ثريشولد، اول ما الفي اكس 1 بتبقى ناقص 8.8 يبقى الفي جي اس بيساوي في ثريشولد. هيبتدي الفي اس بي ده يقل في النيجاتيفيتي، تمام، يبتدي الفي ثريشولد ده يبقى الفي جي اس اعلى منه بشويه، تمام، يبقى ال 1.2 اعلى من قيمه الفي ثريشولد عشان يبتدي الترانزستور يشتغل. بس هتبقى اعلى بقد ايه؟ اكيد مش اول ما هتبتدي هتبقى اعلى بال 8 من 10. ما هو الاثنين فرق بينها وما بين الفي جي اس هو
8 من 10. اول ما هتبتدي مش هيبقى الفرق ما بين الفي جي اس والفي ثريشولد 8 من 10، هيبقى 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10. فاهمين انا بقول ايه؟ مش فاهمين حاجه. مهندسين دلوقتي ده فولتج احنا عايزين نشوف لما هو بيتغير الكارنت هنا هيحصل له ايه. خلاص الكارنت معتمد على الفي دي اس، والفي دي اس والكارنت الاثنين معتمدين على الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد. خلاص لو الفي دي اس اكبر من الفي جي اس ماينس في ثريشولد يبقى احنا في الساتوريشن، يبقى هنستخدم معادلة الساتوريشن. لو هي أقل يبقى هنستخدم معادلة ترايود. سؤالي احنا دلوقتي القيم دي هو مديني قيم دي سي، خلاص يعني مديني ان ده 2 فولت وده 1.2 فولت. الترانزستور عشان يشتغل اصلا قلنا الفي جي اس بيساوي 1.2 فولت، تمام. وبعد كده يبتدي لما يبتدي يحصل تغيير في القيمة دي يبتدي قيمة الفي ثريشولد ده تقل شوية، فيبتدي يبقى الفي جي اس أكبر من الفي ثريشولد، يبتدي الترانزستور يشتغل. بس هي هتبقى أكبر بقد إيه؟ لسه يا دوب يعني كل ما ده قرب أو بلاش، لو ده وصل إن هو زيرو هيبقى الفي ثريشولد بكام؟ الفي ثريشولد نود اللي هي كام؟ 3 من 10. اوكي لكن لغايه ما يوصل اللي هو زيرو في المنطقه دي فالفي ثريشولد اعلى من ال 3 من 10. اوكي ف الفي جي اس بواحد من 1.2 بيبقى ناقص مثلا ناقص 0.8 ناقص 0.9 ناقص 0.7 وهكذا، اللي هم قيمه الفي ثريشولد المتغير. اوكي الفرق ده وعندي الفي دي اس اسمه 2 فولت. ال 2 فولت اكبر من الفرق ده ولا اقل منه؟ اكبر. يبقى ترانزستور هيشتغل في ايه؟ في الساتوريشن. اوكي يبقى المعادله اللي هحطها بتاعه الكرنت هي نص ميو ان سي اوكسايد دبليو على ال في جي اس ماينس في ثريشولد الكل تربيع، معادله الساتوريشن. طيب لو الفي لو الفي اس بي ده متغير يبقى الفي ثريشولد ده ما اسموش في ثريشولد، اسمه ايه؟ اسمه في ثريشولد نود زائد جاما ناقص في 2 فاي اف ناقص اس بي، كل المعادله دي. اوكي يبقى المفروض اخد كل المعادله دي اعوض بيها فوق. اوكي طبعا دي مش هنعرف نحلها بايدينا يعني، فهترسمها لو رسمتها على اي ماتلاب ولا واتيفر هتلاقي ان بيطلع كيرف بالشكل ده. الكيرف ده بيقول ايه؟ الكيرف ده بيقول ان احنا طول ما في فولتج ديفرنس ما بين السورس والبيز، طول ما البيز الفولتج بتاعه لا يساوي، او طول ما البادي دايما بقول بيز بس هي غلط، البادي طول ما البادي او البالك الفولتج بتاعه لا يساوي السورس، عندي كارنت ماشي بالشكل ده موجود في الترانزستور نتيجه لتغيير الثريشولد فولتج مع تغيير السورس بيز فولت السورس بادي فولتج. اوكي ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لو الكرنت اي دي بيتغير بالشكل ده نتيجه لتغير السورس بودي فولتج معناها ان انا ما ينفعش اجي اقول الموديل بتاعي as simple as حاجه كده، لان الاي دي بيزيد عليه ايفكت نتيجه للتغيير اللي بيحصل فيه الفي بي اس او الفي اس بي. اوكي يبقى دي ده كارنت زياده موجود عندي مفروض اخده معايا في الاعتبار. اوكي فده اول سكند اوردر ايفكت، يعني ده اول حاجه بتحصل في الترانزستور ممكن ان هي تسبب لي لخبطه في الحسابات نتيجه لان انا مش واخدها في الاعتبار.
اوكي انا هوقف على كده وهنكمل المحاضره الجايه بقيه السيركت اوردر ايفكتس. احنا المفروض يوم الاحد ان شاء الله هنعوض المحاضره بتاعه الخميس اللي جاي، لان احنا عندنا الخميس الجاي اجازه والخميس اللي بعده هناخد محاضره، وبعد كده مش هشوفكم غالبا لغايه الميد تيرم. اوكي فاحنا محتاجين ان احنا نعوض على الاقل الحد ده، والخميس يعني اخر خميس هنتقابل هنقول لو احنا محتاجين حاجه تانية ولا كده. اوكي تمام، في اي اسئله؟